المشاهدون الأكارم السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم. نحييكم من خلال برنامجكم على طريق البناء، هذا البرنامج الذي كما أشرنا في حلقات سابقات عديدة نحاول من خلاله دائما أن نستعرض تجارب دول مرت بأزمات وصراعات وآلام وجراحات، ولكن في خاتمة المطاف وفي نهاية الأمر استطاعت أن تتجاوز كل ذلك وتبني إلى نفسها مكانة بين الأمم والشعوب. اليوم نقف عند تجربة أيضا مهمة جدا، هذه الدولة من حيث التاريخ ضاربة في القدم واستطاعت كذلك أن تنهض، مرت بعثرات، كان لديها نظام متقدم جدا، كانت عبارة عن إمبراطورية ضخمة ونظام خلافة، ولكن زال كل ذلك وعقب ذلك نكبات كبيرة، ألا وهي دولة تركيا. نسعد جدا من خلال هذا الملف، ملف تركيا، أن نلتقي الأخ الدكتور ناجي مصطفى بدوي، أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات السودانية. مرحبا بك يا دكتور، ونحن نبتدر معك الملف التركي، ملف التجربة التركية، هذه التجربة الرائدة والمتفردة. مرحبا بك. أهلا ومرحبا بك، وشكرا أنك منحتني هذه الفرصة للإطلالة مرة أخرى على مشاهدي ومشاهدات قناة طيبة الفضائية والكثير ممن يرجو من الإعلام السوداني أن يقدم تجربة اقتصادية مفيدة على مستوى الشخص وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الدولة بشكل عام. أنا شاكر لك وشاكر لقناة طيبة الفضائية هذه الفرصة، وأتمنى أن نقدم في هذه الحلقات المتعلقة بدولة تركيا، السقوط ثم النهوض، ما يفيد الإنسان السوداني والإنسان عموما حيثما كان حول الاستفادة من هذه التجربة للنهوض إن شاء الله. إن شاء الله. نحييك يا دكتور، وهي دعوة سوية نشاهد هذا التقرير والإخوة المستمعين المتابعين لنا، ومن ثم نعود ونواصل مع ضيفنا داخل الاستوديو الأخ دكتور ناجي. تعد جمهورية تركيا هي الوريث الشرعي للدولة العثمانية التي امتدت من أقاصي شرق آسيا إلى غرب أوروبا وشمال إفريقيا. وبعد خسارتها في الحرب العالمية الأولى وبتوقيعها على معاهدة لوزان عام 1923 سقطت الدولة العثمانية وقامت على إثرها الجمهورية التركية. تقع تركيا على مفترق طرق البلقان والجوجاز والشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، كما أنها تعتبر جسرا وحاجزا بين قارتي أوروبا وآسيا، حيث يقع الجزء الأكبر منها في قارة آسيا. وتبلغ مساحتها حوالي 783,562 كيلومتر مربع. يفصل تركيا الآسيوية عن الأوروبية جسر البوسفور وبحر مرمرة، ويتكون الجزء الآسيوي في الغالب من مرتفعات وجبال، بالإضافة إلى بعض الأراضي المنخفضة التي تقع على سواحل بحر إيجا ومرمرة. ويشكل الجزء الآسيوي منها حوالي 97% من البلاد، وتشترك تركيا في حدودها مع 8 دول. عبر تاريخها الطويل ومنذ الدولة العثمانية مرت تركيا بالعديد من الأزمات والهزات، خاصة الاقتصادية منها، والتي آخرها أزمة 2013، لكنها في كل مرة كانت تخرج منها أكثر قوة وصلابة وتطور. لكم التحية كل متابعي على طريق البناء، والتحية لضيفنا داخل الاستوديو سعادة الأخ الدكتور ناجي. مرحبا بك. بعد أن شاهدنا هذا التقرير حوى عدد من المعلومات الثرة والقيمة عن هذه الدولة، دولة تركيا. فدعنا نبتدر دائما، نحن ما يعني في وقوفنا على تجارب الدول نبدأ بالموقع، موقع تركيا وأهمية هذا الموقع. جيد. في البداية أنا داير أقول، ونحن بنفصل ملف تركيا للمشاهد والمستمع، وبنحاول من خلال الملف ده نحن دايرين نقول في النهاية كيف يمكن أن نستفيد من هذه التجربة؟ صحيح. بما فيها من حسنات ومن سيئات، عشان نقدر نبني السودان، وعشان كل مشاهد أو مستمع يقدر يبني نفسه ويبني وطنه. صحيح. الموقع، موقع هذه الدولة، الموقع الحديث لتركيا الحديثة السياسية، وهي طبعا امتداد لدولة كانت متسعة الأرقاع على، ويحلو لي أن أسميها الدولة التي لا تغيب عنها الشمس حقيقة، هي كانت الخلافة، دولة الخلافة العثمانية التي تقلصت بسبب الأفعال السياسية إلى تركيا الحديثة السياسية المعاصرة. دولة تركيا اليوم هي ذات موقع مهم واستراتيجي لا يقل ولا يزيد كثيرا عن المواقع الاستراتيجية لمعظم الدول. في كلام نحن بنقراه، أغلب الدول اللي بتقراها بيقول لك هو تتمتع بموقع استراتيجي. في الحقيقة أنا الملف ده حاولت إنه أنا أقرأ فيه، فلقيت إنه 90% من دول العالم تتمتع بموقع استراتيجي، لكن إدارة هذا الموقع تظل إدارة هذا الموقع، لأنه الموقع له سمات. يعني حتى الدولة الداخلية زي أثيوبيا مثلا، حبيسة، دولة داخلية. افتكروا أنتم استعرضتوا التجربة. نعم، هي غير مطلة. كيف صحيح. استطاعت أن تستثمر انحباسه ده وجعلته ميزة، وبالتالي لا يوجد دولة، عشان نحن برضو نحن بنأسس للنهوض وبناء دولتنا، الدولة العزيزة علينا هذا البلد السودان، وكل دول العالم التي يعيش فيها الإنسان الذي تتوجه له رسالة البناء. نحن دارين نقول، لما نقول تركيا لها موقع استراتيجي رابط ما بين مداخل 4 قارات، وزمان نحن كنا يعني لما كان وسائل الاتصال هي البغلة والحمار، كنا بنقول هي متصلة ويحدها من الشمال ويحدها. الآن ما في حاجة اسمها يحدها من الشمال ويحدها من الجنوب. تركيا استطاعت أن تخلق حلقة وصل بين العالم. الطيران التركي هو الآن الطيران رقم 1 في أوروبا، ويستطيع الشخص الأوروبي من خلال تركيا أن يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يصل إلى أستراليا في أقصى الجنوب وأقصى الشرق وأقصى الغرب. هي مدخل لقارة آسيا ومدخل لقارة أفريقيا، وهي مدخل ثقافي كبير جدا لقارة أفريقيا. حيثما توجهت الآن إلى العالم تجد أن تركيا استطاعت أن تكون هي، أعادت صياغة الجغرافيا في المنطقة لتكون هي نقطة الارتكاز الأولى ومدخل لكل هذه المواقع. يعني الآن المسافر من أمريكا إلى أستراليا أسهل طريق وأسهل طريقة هي أن يمر عبر الأراضي التركية. فاستطاعت تركيا أن تكون هي نقطة، هي استطاعت أن تعيد رسم الخريطة العالمية بحيث تكون نقطة اتصال. وأنا أسافر، وربما آخرين من الذين يستمعون أو يشاهدون وهم سافروا إلى تركيا، كيف أن الوجود العالمي في المطارات التركية سمة ظاهرة جدا. وأنا قبل الحلقة كنت بحكي لك أنه أنا أقيم في فندق مطل على أحد المطارات الدولية في تركيا. لا تتوقف حركة إقلاع وهبوط الطائرات على مدار الدقيقة الواحدة، لا يتوقف صف الطائرات على المدرج في انتظار الفرصة إلى الإقلاع أو الهبوط. وبالتالي لما بنتكلم عن الموقع الاستراتيجي، أختصر الإجابة على هذا السؤال المهم، بنقول نعم تركيا لديها موقع استراتيجي مهم جدا، حيث أنها هي مدخل أوروبا ومدخل آسيا، ونقطة وسط يستطيع المتحرك من أقصى شرق العالم إلى أقصى غربه أن يعتبرها متكأ ونقطة استراحة. وبالتالي هي استطاعت أن توظف، وده هو الجزء المهم. نحن في السودان عندنا موقع استراتيجي لا يقل خطورة عن تركيا، ربما نتكلم عنه بعدين في المحور القادم في المقاربة والمقارنة. بس أنا عشان ما داير المشاهد والمستمع لما نحن نقول والله تركيا عندها موقع، يقول والله خلاص نحن ما عندنا موقع وخلاص ما حنبقى زي تركيا أبدا. الموقع الاستراتيجي للسودان ولمصر أفضل عشرات المرات، وحنثبت الكلام ده بعدين، من الموقع الاستراتيجي لتركيا. نستطيع نحن في السودان أن نستغل موقع السودان الاستراتيجي لبناء نقطة وصل حقيقية تربط أفريقيا مع العالم، وبالتالي ما تميزت به تركيا ليس هو موقعها الاستراتيجي، بل أنه هي استطاعت أن تعيد توظيف هذا الموقع وصنعت منه نهضة حقيقية للجيل التركي المعاصر. نعم، وأن تدير هذا الموقع يعني صحيح، نعم. أدارته باحترافية وبرؤية استراتيجية مستقبلية. من الأشياء الأخرى التي تميز موقع تركيا الجغرافي أنه تركيا هي رقعة أرضية بين ثقافات متعددة. يعني الدولة في أوروبا أو في أفريقيا هي دولة سمراء في أفريقيا بين دول سمراء، أو في أوروبا هي دولة يقيم فيها مسيحيين بين دول أهلها مسيحيون مثلا. تركيا تجمع حولها كل ثقافات العالم وكل الديانات، السنية والرافضية، الإسلام والمسيحية واليهودية. كل هذه الدول تحيط بتركيا بنوع ما، تجمع الرجل الغربي والرجل الأفريقي والرجل الكردي والرجل الفارسي، وتجمع هذه الأعراق وتتداخل هذه الأعراق داخل تركيا. وهذا مثل نسيج، ربما نتحدث عنه في النسيج الاجتماعي، التركيبة الاجتماعية اللي استطاعت تركيا أن تستغلها كما استغلت الولايات المتحدة الأمريكية من قبل، وصنعت نسيجا متميزا اجتماعيا. خلاصة القول، نعم تركيا لديها موقع استراتيجي مهم باعتباره مدخل لعدد من القارات، موقعها الاستراتيجي باعتبارها نقطة وسط بين الشرق والغرب، وهي استغلت هذا استغلالا جيدا. موقع تركيا الاستراتيجي في كونها نقطة جمعت مختلف الثقافات والأعراق من حولها، وبالتالي استطاعت تركيا أن تكون نقطة وصل بين هذه الحضارات، مهد لها لأن تكون خلافة إسلامية تجمع هذه الأعراق، ثم مهد لها الآن أن تكون دولة وسط مثل دول عدم الانحياز أو غيره. نعم. دولة وسط تجمع من حيث التوجه وكذا. أحسن. نعم. بحيث أنه تكون هي النقطة التي تلتقي فيها الآراء ويلتقي فيها الخصوم، وتكون بالتالي هي ذات موقع سيادة وموقع تحكم في هذه المنطقة. هذا جزء بسيط مما تتميز به تركيا في هذا الموقع. لعلنا نستكمل الحديث عن الموقع لما نتكلم عن الخطط الاستراتيجية الاقتصادية التي نهضت بتركيا. طيب، لك التحية والتحية لكل الإخوة المشاهدين المتابعين. نحن نطلع فاصل ونعود، وخليك متذكر يا دكتور إنه سؤالنا قبل الفاصل مباشرة زي ما أنت تفضلت في معرض حديثك الدولة العثمانية، وده بيقودنا للتاريخ التركي. سؤالنا القادم عن تاريخ هذه الدولة القديم والحديث، وكيف استطاعت كذلك أن تستفيد من التاريخ. فاصل ونعود نواصل مع ضيفنا داخل الاستوديو. شكرا للإخوة في الجانب الآخر من الاستوديو، لكم التحية كل فريق العمل. بعد أن عدنا من الفاصل، تذكر سؤالنا قبل الفاصل كان عن الجانب التاريخي والدولة العثمانية، هذه الدولة دولة الخلافة لكل العالم الإسلامي، وآخر خلافة إسلامية يعني كان أجمع حولها المسلمون في مشارق العالم، كل المؤرخين. نعم، كل المؤرخين وتاريخ تليد يعني، فمدخل للتاريخ لعله أيضا الاستفادة من تجارب الدول من حيث التاريخ، ولاحقا نجري المقاربة والمقارنة في الجوانب الأخرى. جيد. سؤال التاريخ الأستاذ الفاضل، وأنا عشان أربط المشاهد وربما مشاهد قناة طيبة يتعود مني أنا كشخص أطلع عليه في عدد من البرامج، على طرح بسيط وتقريب للمعاني الكبيرة بألفاظ بسيطة يفهم المشاهد العادي ويفهم كذلك المشاهد المثقف والمتعلم. هو شنو قيمة التاريخ في الحضارة؟ يعني ما هي القيمة الإيجابية؟ أستفيد شنو أنا الليلة في السودان من التاريخ عشان أعالج مشكلات الاقتصادية؟ وفي المسألة دي في رأيين. في رأيي بيقول أنه التاريخ ده مهم، والما عنده قديم ما عنده جديد، والما مش عارف شنو كده، واللي نسى قديم وتاه والحاجات وأنه في التاريخ الدروس والعبر والقراءات للنجاحات. وعلى مستوى الشخص الزول العادي ده التجارب السابقة هي رصيد لأنه الزول يمشي لقدام صح والعترة بتصلح المشي. في نظرية أخرى خطيرة جدا وبتستشهد هذه النظرية بنجاح الولايات المتحدة الأمريكية في صناعة نظام اقتصادي قوي، مع أن أنا أعترض على هذه الجملة اقتصاديا، هي استطاعت أن تخلق قوة. ممكن الكلام ده نقوله إذا في حلقة عن الولايات المتحدة الأمريكية. بيقولوا أنه سر نجاح أوروبا وأمريكا هو انفصال عن التاريخ، باعتبار أنه التاريخ ده يمثل عبء ثقافي ثقيل جدا، وفيه تقاليد وفيه دين وفيه ثقافة وفيه حاجات ولازم تتقيد بها، شيله أقطع وأرميه وانطلق في أفق الحضارة عشان تنجح زي ما نجحوا الأمريكان. ودي فكرة علمانية ملبسة بلبس كده بتاع منطق وليس فيها من التاريخ بمعناه الحضاري الإنساني لا يكون عبئا إلا لمن يريد أن يتخلص من القيود الشريفة، وبعد ده يبقى هو شخص حر مبتور من التاريخ، يضع له الدين الذي يريد، ويضع الثقافة التي يريد، ويضع له منهج الحياة الذي يريد، والذي يلبي شهوته النفسية، وبالتالي سيتتحقق له هذه الشهوة، سيصاب بالفرح لكنه لن يدرك السعادة. وأنا أفرق ما بين الفرح والسعادة. الفرح في القرآن مذموم، قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، والفرح هو نوع من أنواع الانبساط الخارجي غير المربوط بالسعادة الداخلية. لهذا قد يصاب بالفرح، قد يفرح ولكنه لن يدرك السعادة. عشان كده فكرة الانبتار عن التاريخ هي فكرة ممكن تنشأ في مجتمع أوروبي، ممكن تنشأ في المجتمع الأمريكي، لأنه تاريخهم نقاط الخطأ والضعف والضلال فيه أكبر من فرص النجاح التي يمكن استثمارها، مع أنه الخطأ في التاريخ برضو فيه مكسب، ما الخطأ بيصلحك والعترة بتصلح المشي. لكن نوع من أنواع تزييف الإرادة عندنا، أنه نحن الماضي المظلم بتاعنا ده بدل ما نقول كان مظلم حنضويه وحسين، نقوم نقطعه ونرميه بكل الأشياء التي فيه. نحن قبيلة المسلمين تاريخنا فيه ميزتين لا يمكن أن نتخلى عنهما، ولن تقوم حضارة في منطقة الشرق الأوسط يقوم عليها مسلمون إلا إذا ارتبطت بتاريخهم بهذين القضيتين المهمتين. القضية الأولى أنه تاريخنا ده فيه مصدر الوحي، فيه القرآن والسيرة النبوية اللي هم أساس البناء الحضاري. وأنا حاتكلم، ونحن ماشيين في تركيا وبيتكلموا عن أنه تركيا علمانية واستطاعت أن تنشئ حضارة. أنا عندي اعتراض في النقطة دي، ما حقوله حسي، بس حقول عندي اعتراض. بعدين أنا حأعيد شرح ما معنى العلمانية، وهل تركيا فعلا علمانية؟ وهل لا من الدستور يقول تركيا دولة علمانية معناه كده خلاص بقت علمانية، ولا هي العلمانية دي عندها شروط وأشياء تكون في الواقع؟ والعلمانية دي هي حاجة باللسان ولا حاجة أنت بتعملها؟ سلوك. أنا لا من أقول أنا علماني طيب، لكنني أشرع قانون يوجب الصدق في التعامل والوفاء بالوعد والالتزام والعدل في العلاقات. طيب تاني فضلت شنو أنت علماني كيف يعني؟ وهي الشريعة شنو غير الحاجات دي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا من جاء المدينة أول كلمة قال لهم يا أيها الناس أفشوا السلام. دي قيمة السلام اللي بنتكلم عنها الليلة، وبنقول السلام والحق والعدالة والحرية، مش دي من شعاراتنا اليوم؟ القيم الفاضلة صحيح، ما هو ده الإسلام قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام، دي الرحمة والتكافل وصلوا الأرحام، وده أول حاجة قالها قبل ما يقول صلوا وصوموا. نحن ما لأنه فهم الإسلام عندنا يتقلب، بقت العلمانية. أنا أستغرب في زول مسلم يقول العلمانية هي الحل، أو نحن دارين نظام علماني. إذا أوجدت لي علمانية عاقلة، شوف الكلام ده يا سعادتك أنا حقوله بمختصر كده عشان المشاهد يفهمه وأدافع عنه. أوجد لي علمانية عاقلة، عقلا يقبله العقلاء أصحاب النفوس الصحيحة، فإذا أوجدت العلمانية العاقلة فثم الشريعة الإسلامية. ما ده كلام قاله ابن القيم، قال حيثما وجدت المصلحة وجد الدين. انت علماني حتحكم بالحق ولا بالظلم؟ بالحق. الحق ده مصادره هي شنو؟ الفطرة السليمة. الوحي رأيك فيه شنو؟ فيما لا يخالف عقلك الصحيح ده. هو واحد من مصادر. إذا نحن متفقين. نحن متفقين. طيب نمشي نرجع لسؤالك الأساسي. تركيا وتاريخها والدولة العثمانية. تركيا استفادت من تاريخها استفادة كبيرة جدا، وده واحد من أسباب نجاح التجربة التركية. ما تقول لي تركيا علمانية، أنا بزعل لما تقول لي تركيا علمانية وتشتم لي إنه هي بقت كده كعبة، لأنه أنا حاشرح للمشاهد ولأول مرة الكلام ده ربما يقال. والله كويس كده، خلينا نحن الجانب ده نجي نفصل فيه. ما حنفصله حسي، ما حنفصل. شورلي طيب. الدولة العثمانية أو التاريخ التركي والاستفادة منه، يعني تركيا مرت بأزمات، مرت بمشاكل. الحرب العالمية الأولى، الانكماش الاقتصادي أو الانهيار الاقتصادي، يعني الأتراك في فترة من الفترات ممكن تمشي بمبلغ ضخم جدا عشان تشتري حاجة تشيله في شوال كده. في شوال مثلا. فأنا داير الملمح التاريخي للدولة العثمانية ومدى الاستفادة منه في النهضة. جيد. وتواصلهم مع العالم القديم، يعني الأتراك أصحاب حضارة وما قدامي إلا دقيقتين. زمان انتهى. نعم. طيب أختصر في دقيقتين والآن نستكمل الإجابة فيما يتبقى، ممكن في حلقة قادمة. طيب. لكن في دقيقتين الملمح التاريخي. كانت فكرة قيام الدولة العثمانية على الأرض التركية، وهي فكرة قومية ليست فكرة عثمانية، ليست فكرة تركية، لهذا كانت هي خلافة عثمانية ولم تكن خلافة تركية ولم تكن دولة تركية. عشان كده بس نصحح المعلومة دي، ما نقول الاحتلال التركي للسودان، هي دي كانت الدولة العثمانية الإسلامية في السودان، أرض الخلافة العثمانية، لم يكن احتلالا تركيا ولم تكن هي دولة تركية، كانت خلافة عثمانية. طيب هذه الفكرة، فكرة القومية الإسلامية في أرض تركيا، لم تغب عن أذهان الأتراك أبدا. وأنا كل ما قابلت شخص تركي من المنظرين أو المخططين، أنا كنت بلاحظ في كلامه أنه بيتكلم اليوم في 2019 عن دور تركيا تجاه العالم الإسلامي، والسياسة التركية خير شاهد الآن على أنه مؤشر التاريخ في القومية الإسلامية اللي كانت في تركيا هو الآن المحرك والدافع النفسي للسياسة التركية تجاه قضايا فلسطين وقضايا السودان وقضايا الخليج وقضايا اليمن وقضايا مصر وغيرها. ده ظل في العقل، ظل في عقلهم اللاواعي، العقل الباطن، السبكانشس. كانت قضية أنه لهذا برضو ظهر في الاقتصاد بتاعهم، وحنقول الكلام ده كيف تركيا بنت اقتصادها من خلال الفكرة القومية الإسلامية، مش من خلال انه هي دولة معزولة منفصلة عن الدول الأخرى. نفصل هذا الأحد. إن شاء الله. لك الشكر يا دكتور. قطعا هم أصحاب أمجاد وتاريخ طويل وعريض وأثر في خريطة العالم الإسلامي قديما وحديثا، والآن لدى هذه الدولة إسهامات كبيرة. الشكر كذلك للإخوة فريق العمل ولكل من تابع هذا اللقاء. نحن نمضي وإياكم على طريق البناء، نستكمل الملف التركي مع ضيفنا إن شاء الله في حلقات قادمات. حتى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله.